كابتن هشام الديفنس بتاع الترجي مش بالقوه اللي هي المعروفه فانا مع الكابتن هشام زي ما بيقول يلعب باثنين ديفندر وقدامهم قفشه ويلعب بثلاثه قدامه ويضغط من اول دقيقه يخلص الماتش كده برضو. يعني طيب انا كان سؤالي هنا بالنسبه لاكرم توفيق، قول لي رايك ايه في اداؤه كباك رايت؟ هو هايل، اكرم كورته كويسه جدا، بيقفل بيستخلص الكوره كويس قوي، بس الحته الهجوميه هي دي اللي هتبقى ناقصه شويه. فانا هي دي اللي انا مش رايح. طب تحطه ولا تحط بيكهام؟ لا انا عندي بيكهام في الحته الهجوميه افضل من يعني تلعب بيكهام كباك رايت عشان الماتش هنا على ملعبي وانا عايزه يزيد ويشتغل، لان هلعب بثلاثه قدام لو على التشكيله اللي انا حاطه انا والكابتن هشام. لا محتاج بيكهام احسن في المكان ده. وهو يعني بيعرف عنده حلول ودي مهمه جدا. طب هو سؤال هاني يا كابتن، هو ده هو فين هاني يا كابتن؟ لا هاني بره القايمه، مصاب يعني؟ مصاب بره. طبعا على ملعبي، لان هو لا افضلهم اعلى بكتير جدا في الحته الهجوميه. لا طبعا بس هو بره القايمه خالص، انا بره القايمه مش عارف ان هو مصاب. عشان كده بس حضرتك بيكهام عنده حلول يا كابتن هشام اكتر من اكرم بشويه في الحته الهجوميه، انا مش بتكلم الحته الدفاعيه، الحته الهجوميه. هل ليك تبرير في مستوى الترجي في الماتش الاولاني؟ هل هو ده الترجي؟ بص يا كابتن مدحت، انا هتكلم معاك بصراحه، انا الترجي متابعه من اول افريقيا، يمكن كانش هيخش دوري المجموعات اصلا. وقع مع النادي الاهلي الليبي، انا بتابعه كويس قوي، اتفرجت على الماتشين، تعادلوا هنا 1-1. راح هناك في الدقيقه 43 من الشوط الثاني 2-2 مع الاهلي الليبي في ملعبه، يعني في ملعب في الترجي ما كانش هيخش دوري المجموعات، كانش هيخش في 2-2. الجون جه في الدقيقه حوالي 44 من الشوط الثاني، وجون اوف سايد باين جدا، طبعا ما كانش فيه فار ساعتها ولا اي حاجه قبل المجموعات. نفس الكلام لو تفتكر يا كابتن مدحت مع ماتش مع الزمالك هناك في ملعبه، كان الزمالك افضل لغايه ما حصل الطرد، لو تفتكر الطرد بتاع لاعب النادي الزمالك. مظبوط، بدا الماتش يتحول للترجي. فهو مش عاجبني اداؤه السنه دي، فعشان كده انا بتكلم حتى في تشكيل الاهلي ان انا اضغط من اول دقيقه، اضغط عليهم. وعندهم هم نقطه ضعف الديفنس بتاعهم، عندهم الاثنين مساكين، في جاب بينهم كبير جدا، فممكن اقدر اشتغل بالثلاثه اللي عندهم سرعات زي ما الكابتن هشام قال، ونخلص ماتش بدري قوي. وطبعا الكابتن موسيماني بيقرا كويس قوي الحاجات دي جدا، افضل مننا يعني. طيب عشان اسيب ماتش الاهلي، انت شايف انه يلعب 4-2-3-1 برضه بالظبط بنفس التشكيل، ولا عندك اي تغيير؟ وهيجي لك سؤال برضه يا كابتن هشام. بنفس التشكيله، لان حتى بنفس التشكيل حتى لا صلاح اللي هم الاثنين ديفندر، يانج وعمرو السولية وقدامهم قفشه. قفشه خلي بالك كابتن متحت، حتى الكوره مش معانا بيرجع يقفل في قدام الاثنين الديفندر. مظبوط، مع صلاح محسن بينزل، مع طاهر محمد طاهر بيقفلوا الجنبين. هتلعب بصلاح محسن وطاهر برضه، وطاهر قدامهم وشريف وورا هو الثلاثه عندهم قوه وسرعه، وقفشه بيقدر ممكن يوصل هو ويانج يوصلوا للفراوله. تمام، وورا زي ما هو، اللي هتحط بيكهام مكان اكرم؟ لا احط بيكهام. تحط بيكهام.